الجهاز. دكتور ايمن ساكن محمد منعمي، انا مش طب كلمتين بس على الحكم النهارده، تاجيل ايه يعني؟ هي اتحجزت الحكم ده مش تاجيل، النطق بالحكم يوم 10/10. طب هم تتوقع ايه حضرتك؟ نتوقع خيرا، وهذا حقنا واحنا مصرين عليه، وايا كان التاجيل والمطل المتعمد احنا سنخوض الانتخابات القادمه البرلمانيه والرئاسيه. طب الدكتور حسام بدراوي خد موافقه على الحزب، ما تعليق هذا بهذا مع الرفض مع الاحزاب الاخرى؟ والله انا عايزك انت تقول لي رايك ايه، ان الحزب الوطني بيطلع احزابه وبسرعه وبشكل مباشر من لجنه، واحنا بيتم تعويق فرصنا في حقنا المشروع لاقصى مده ممكنه في محاوله للضغط على فرصنا الانتخابيه، وده ظلم جديد، ويبدو ان احنا ما تخلصناش من كل يعني ما كان موجود في هذا البلد من ظلم، احنا ما تخلصناش الا من القليل جدا، واضح ان المسيره في مواجهه الظلم مستمره. يعني هل حضرتك في امل في اعاده الثوره من جديد؟ انا بعتقد الثوره لم تكتمل بعد، واحنا محتاجين نكمل ثورتنا بازاله كل هذه التشوهات التي لهذه النتائج السيئه المسيئه لصوره مصر. حضرتك تنزل 30/9 ان شاء الله، جمعه 30/9. جمعه 30/9. شكرا دكتور. شكرا دكتور.